السلام عليكم عشاق شركة سامسونج. جالكسي اس 22 سيريز او سلسلة الجالكسي اس 22 تظهر في تسريب متجر تجزئة بريطاني. سلسلة هواتف جالكسي اس 22 السلسلة تظهر في متجر تجزئة بريطاني بصور جديدة وحصرية. ولكن قبل البدء اتمنى منكم دعم القناة بقوة، من فضلكم بالضغط على زر لايك والشارك وفعل زر الجرس، وشكرا لك. ليس من الغريب أن نرى سلسلة جالكسي اس 22 القادمة تظهر في تسريبات عديدة مستمرة تكشف عن مواصفاتها وطرازاتها وكل التفاصيل التي تتعلق بها. فقد أصبحت التسريبات في هذه الأيام لا تترك جهازا قادما إلا وتكشف عنه النقاب فيما يخص مواصفاته وتصميمه وحتى سعره وألوانه. ولقد رأينا مرارا وتكرارا أجهزة سامسونج الجديدة يتم تسريبها عبر الإنترنت قبل أشهر من موعد إطلاقها. وكانت هناك بالفعل العديد من التسريبات المتعلقة بتشكيلة الهواتف الذكية الرائدة القادمة من سامسونج، واليوم يظهر أحدث التسريبات التي لا تترك شيئا مجهولا عن السلسلة S22. يمكن الحديث عنه في حدث الإطلاق الفعلي على الأقل من ناحية التصميم والمواصفات. تفاصيل سلسلة جالكسي S22. شارك بعض الأشخاص في متجر التجزئة البريطاني موبايل فان صورا لوحدات جالكسي S22 وجالكسي S22 بلس وجالكسي S22 الترا المنتظرة. هذه هي الوحدات التي تراها عادة في بعض منشآت البيع بالتجزئة، يتم استخدامها أيضا من قبل مصنعي الملحقات الخارجية للإعداد أو لإعداد منتجاتهم، نظرا لأن الأبعاد تتوافق مع الأحجام الحقيقية. هذه ليست المرة الأولى التي نشاهد فيها تسريب كهذا عن هواتف السامسونج جالكسي S22، وتعطينا هذه الصور نظرة فاحصة على جميع الطرز الثلاثة الممكنة، ونجد أن التصميم ليس مثيرا للغاية بالنسبة لهاتفي الجالكسي S22 والجالكسي S22 بلس باستثناء تغيير طفيف في الكاميرا المقطوعة. كما رأينا بالفعل عدة مرات يظهر التغيير الرئيسي في التصميم لجهاز الجالكسي S22 الترا، له صورة ظلية تشبه الصندوق مثل هواتف جالكسي نوت. تؤكد الوحدة المعروضة أيضا التقارير التي تفيد بأن الجالكسي S22 الترا سيحتوي على فجوة داخلية لتخزين الاس بين أو قلم الاس بين. يذكر بائع التجزئة أيضا أن سامسونج ستبيع قلم الاس بين البديل لجهاز الجالكسي S22 الترا بألوان الأسود والأبيض والأحمر والأخضر، هذا يتماشى مع مشاريع الألوان للرائد الجديد أيضا. ويبدو أنه مع كل هذه التسريبات لن يكون هناك الكثير مما يفاجئنا عندما تكشف سامسونج في النهاية عن سلسلة سامسونج جالكسي S22 العام المقبل. ما رأيكم في سلسلة الجالكسي S22؟ هل أنت متلهف لإطلاقها؟ شاركني آراءك ضمن التعليقات، ولا تنسى دعم القناة. أحبكم في الله، مع السلامة.